جرى اتصال هاتفي يوم أمس بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. وتم خلال الاتصال تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما الشقيقين بالمزيد من الرفعة والتقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.